هبتدي الاول بالسالمون الحار، قطعتين سالمون ستيك، زبده، فلفل مخلل، بودره ثوم، كمون، شطه، بشر ليمون، وكريمه لباني. طبعا هيبقى فيه زيت وملح وايه وشويه صغيرين من الفلفل. عايزين ناخد الزيت، طاسه على النار، وفي نفس الطبق كده هتبل بس السالمون من ناحيتين، ملح وفلفل. خلينا نستعمل المعلقه عشان الفلفل بيمسك في الايد. هعمل كده وبعدين فوقيها تبلها كويس. الصوص بتاع الزبده الحار ده سهل قوي 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 قوي، ما فيهوش اي حاجه، بس الفكره كلها ان انا محتاج احط السالمون يستوي علشان اعمل نفس الصوص في نفس الطاسه، عشان يبقى طالع من طعم اللي هينزل من السالمون، يبقى نفسه طعمه طالع يديني نكهه نكهه السي فود. اغسل ايدي مكان السالمون بس. هديله شويه زيت كمان وسنه زبده صغيره، كل ده علشان بخليه يبقى فيه طعم غناوه. ناخد معلقه، يعني هقول مثلا اقل من معلقه كبيره، 10 جرام يعني. بيبتدي لونه يتغير من اللون البامبا جامد قوي لحد بيبقى ايه بامبا فاتح، او من برتقاني للفاتح. دقيقتين كمان بالظبط ويبقى السالمون استوى. هناخد بقى الفلفل الحار ده، طبعا زي ما حضراتكم تحبوا، الحار ده اذواق. هنزل البذر اللي فيه ده كده. البذر بينزل، هو دلوقتي مش حرقي، بس هو البذر ده مش مريح قوي للبطن، في الهضم بيبقى سهل. المفروض هنعمل كده تمام. القطعة بالتاني. نخف النار بقى علشان مش هينفع نعمل صوص على نار عالية. يعني أنا كنت هنا حاططها على 8، هنزلها لحد 5 أو 4. يهدى الصوص كده عشان كمان الزبدة ما تتلسعش. لو حطيت الزبدة دلوقتي في الطاسة السخنة قوي دي هتلسع. نقطع الفلفل كده بالطول، ودايما خلوه برضو ايه واضح وكبير علشان لو في حد ما بيحبش الحار قوي ما ياكلش من الفلفل ده. هاخد الزبدة كلها، بعيده عن النار شوية لسه سخن قوي. اللي كانوا هنا معلقتين زبدة، فاللي انا حطيت دلوقتي تقريبا كله على بعضه هنا معلقه ونص، ومع تسويه السالمون كان فيه نص معلقه. احنا حطينا فلفل حراق، هنحط شويه من الفلفل الباودر وشويه كمان من بودره الثوم، والصوص سهل قوي، مجرد ما الزبده بتدوب يبقى الصوص خلص. بشر ليمون هخليه هرشه في الاخر.